للعت ما جلسي 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 واش انا درت لك الزيره ديال المعقول. المهم قبل ما تتوجدوا شي شهيوه مشاهدينا الكرام خصكم بعدا كدردروا عليها شويه ديال 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 الاقامه وعليه طبيعي حالي ديديكاس. المهم غنبداو بالاخت. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير، نتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا صحيحتكم يا رب. السلام عليكم لا فامي لعداك. السلام عليكم لا فامي، كي دايرين؟ لاباس بخير. بقا تقولي البنات ما بقاش تقولي البنات، قولي لا فامي العائله ديالنا. العائله ديالنا كي دايرين؟ العائله ديالنا لاباس عليكم بخير وعلى خير، ناشطين ماشطين. شكرا بزاف بزاف على التعليق الزوين اللي كتبتوا لينا بوصولنا 100,000 ابوني، كنشكركم بزاف على كلامكم الحلو والزوين. اليوم فيديو جديد وحاجه جديده ندوزو معكم هذا النهار. اش غادي نديرو فيه ان شاء الله؟ تشهيت، المهم تشهيت انا وتشهيت عثمان، بغيت ندير ليه المسمن ديال الشحمه ديال الفران، كيجيو غزاله البنات. غادي نشاركو معكم اليوم وندير لهم واحد الشيء اخر عاوتاني غنتهلا فيهم اليوم وغنشارك معكم كاع داكشي اللي غادي نديرو اليوم. المهم 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 الله الا عرفتي تشهيت، قلت غادي ندير واحد جوج البنات قالوا لي انت باقي ما درتيش العتبان ديك المسمن ديال الشحمه ما عنديش. انا قلت لهم بواحد الفيديو قلت لكم راه عثمان عزيز عليه داك المسمن ديال الشحمه ديال الفران. انايا اليوم غنديرو غنتهلا فيه باش تقولوا لي راني مام، باش تقولوا راني انا مهليه بعدا بعثمان، باش شحال هذيك تقول لي انتو مهليه شحال عثمان طيح عليها مقاليف. المهم يلا ها انتوما معانا. المهم البنات غادي نبدا دابا المسمن ديال الفران. حاطه هنا الشحمه عندي ديال الكلوه ديال العيد الكبير باقي عندي، كنديرها في داك سميت عليه الكفته ديال السرديل، كندير فيها بزاف الحوايج ديما فيما تكون عندكم الشحمه خبوها خلوها في الفريكو. المهم هنايا دايره واحد نص كيلو ديال الفورص مع الفينو، واحد زلافه ديال الفينو، معلقه ديال الخميره حبيبات نص معلقه. يلا جاب لي عثمان مع تقاداليه هذا تقاداليه الخل، غادي ندير واحد معلقه ماشي عامره بزاف تاع الخل، وغادي ندير 4 معالق تاع الزيت الرومي ومعلقه ديال السكر ديال السنيده. اش غادي ندير؟ الفلفله صافي، غندير واحد شويه الملح نسيتها، صافي وغندور. واخا عليك انت، واخا 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 عليك كتضحك. عرفتي شنو وقع ليا دابا؟ هي دابا المسرحيه كتمشي نخرج نسخن، نمشي ونجي نمشي ونجي نمشي ونجي. قلت لها شوفي ما تهضرش معايا الله يرحم باك. قلت لها قول صافي خلينا نعاود صافي سالينا. قلت لها قول لي انت شوفي، قول لي السخره شنو هي؟ راني انت ما درويش انت تقبيح انت. ايوا بقات ما هي ايوا مشيت قالت لي جيبو جيبو جيب جيب، حتى لقيت حطي حدا الحانوت واقف حدايا. عرفتي من الناس مجموعين بزاف هاد الحانوت، قالت لي راه الطحميره كاع خميره، وراه الطحميره كاع واش الخميره؟ عرفتي كلشي بدا كيضحك. قلت لها زين كل حد قالت لي جات، قلت لها حيت عارف ان الخدام تبعت نفس الحانوت. عندها جبد خل وقلت لي سير جيب لي الخل، وصلتي غوت غير بوحديته، خفت نعاود نقول لي شفت الطحميره يعاود يغوت عليا وانا نتبعو. خليت عباد الله كاملين كيضحكوا عليا والله الا حنا هاد البصله الشحمه ديالي نحكها كامله ونرجع لكم باش ما يجيكمش فيديو طويل. دخلت لكم بالله هاد الكلمه باش تدخل ليا هاني البيت غنكمل الشحمه ديالي. انت شنو الشحمه عندك؟ وانا غنطحن نكمل الشحمه البزار والخرقوم بلدي معلقة صغيرة، سكنجبير بلا الملح معلقة ديال سكنجبير، زينش هذا هي اللي ديرو لنا هنا
غندير واحد القضيه هلا جات باش ليا حدا غنديروا تحدي عصير غنديروا تحدي هنا في الدار غنديروا لها تحدي ولا تحدي حنايا الفطور بعدا باقي كاع ما صيبناه لا مالكي ما نصور صور تعاش التحدي خلاصك فيه العجينه انت كيبان ليا لا غنديروا لها تحدي المهم غادي نديروا فوق من الكرسي ياك الكرسي وواحد غادي يربط الاخر فهمتيني مثلا انت باغا تمشي في الكرسي انا غربتك ياك بالقد باقي ياك ولي ولي ولا هريتك مثلا هريتك وضحكتي انا غنحكم عليك ولا من القنب علاش القنب القنب مزيان باش تحكمي باش ما ديريش ولا شي حاجه باش تحدي يجي زوين وانت ملي غضبتي مثلا الى ضحكت غتحكمي عليا بداكشي اللي بغيتي واش فهمتيني وصافي واخا واش فهمتي ولا دادي نسالي واخا لا دغيا 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 عادي جدي انا نكمل هادشي وسير تقاد اللي بغيتي دير يلا صافي يلا صافي قد وسط الدار عرفتي غيعجبك تحدي زوين غيعجبك والله يا مزيان عرفتي بعدا حيين يكون جبتي ديالو انت المحمرة اول هانتوما هالي قيمة دابا خليت المسمن ها هو كيرتاح باش غادي نصيبو مسكين كيرتاح دار الطريق هانتوما درت الفلفله شهيت الفلفله عرفتي فكرتني غير بالوالده وما تبقاش تقولي للبنات دابا تخيلي معايا دابا شي واحد مسكين شي راجل بحال مثلا دخلت انا شفت الفيديو ديالك يا كي ديك نوجدت شي مثلا نشوف غنقول لك البنات غادي يخلي التليفون غيزيد ما بقاش بالماتو ايش قلت لك قالت البنات قولي لي قولي هانتوما 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 العائله الراجل يلا سير الراجل قامي المهم خلينا دابا من سميتو ما عارف الطريقه عارف واش الطريقه كاينه غير نديرو سميتو التحدي اللي نبقى ما خلاني معاك المهم غندير واحد التحدي زوين نتفقوا معايا فلفله حنا كنهضروا فلفله يلا كملي فلفله كملي فلفله المهم نديرو التحدي ما تبقاش في ما نديرو التحدي بغيت ندير التحدي اليوم انا بلاتي واخا يلا كملي يلا خليك البنات الله يلا عطيت شهيد فلفله فكرتني في الوالده هذه كتعلمتها ليا ملي كنت في الدار عندها وقلت لي يوم غنديرها حيت شي مواد فهاد كنت كنديرها شحال ما بقيت جدتها وتشهيتها قلت غنديرها سلقت الروز اخوتي خواتاتي ها اخوتي خواتاتي غاباش سكت عليا شويه غادي نعمرها وغنديرها اليوم في اللاطه كنت غنديرها في الطاجين قلت غنديرها في اللاطه وندخلها للفران المهم هادشي اللي كاين خليتها تبرد سبحان الله الطاجين كتجي كتجي بنينه زوينه ديما الطاجين احسن لا نديرها في لاطه عجبني في لاطه ونديرها مع هاد الصلصه جابها البارح زوينه خداها ب 315 درهم عرفتي زوينه ديال لاصوص اللي ديريها في بيتزا ديريها عرفتي غزاله صغيره زوينه كنستعمل اي حاجه ماشي مشكل فيها لاصوص فيها ليقامه فيها كلشي غنديرها هنايا ونقرب مطيشه قلت لكم وهذه غادي غندير فيها ليقامه المهم اش بغيتي دابا الى نديرو تحدي عرفتي تبخ ليا راسي البنات من قبيله تحدي 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 التحدي غنديرو ساهل وزوين وبسيط ان نشدو هذاك اللي غايقول اللي غندير اللي غايدير التحدي غادي تقلتي مثلا على قلتي لي غتربطي غتربطيني فهمتيني ولي تحطي وسط الوقت غادي يلا انا نرجع لكم انتم مع انتم مع انتم مع كيف اللي هذا الفطور كاع ما غنديروه اليوم غنقابلو على التحدي ديال رمضان مبارك سعيد بنادم باش يترد له شي عنك اش بلا خصك بالعكس تفرح في رمضان عندي فرحانة تكون نشاط في رمضان عندي فرحانة انا فرحانة المهم ما كنضحك المهم هذا التحدي اللي قلنا لكم والو اول خطره غادي ندير تحدي غنشوفوا كي تخرج مع راجل المهم غادي نربطها بعدا هي الاولى حيت هي اللي وافقت دير هي الاولى دير التحدي المهم غنربطها ديك الساعه نشوفوا اش غنديروا مع شي واحد انت الاولى جات زيد شويه هذا هو ها كتسمعني لا بلاش ليا لا ضروري قالت لي ليا ما هزيتي ولا شي حاجه اللي غنديروا معاك بلاص اش نهز ها اش نهز لا بغيت تهبي تقول شي حاجه ولا خاصك تبقاي مقاد انا عارف اللي الريان دابا فكرت داك الحوالي ديال العيد بلاتي بسم الله شويه لا راك كرزتي عليا بزاف مبارك مش مجال ما تنوضيش والله الا كرزتي عليا بزاف عتمان تكوني عسكريه خصك تكون عسكريه باش واش نقدر نعول عليك ولا لا وي وي المهم
دابا قلت لك كرزتي بزاف نوضي نوضي مزيان كيفاش نوضي مزيان لا لا دار ليا عثمان دير ليا شي حاجه صافي مشغليش دابا هنايا قالوا لنا دابا 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 انت داكشي داكشي اللي دايره من بالي ماشي انت اللي دايره بالك حسيني حي ليها المهم سي وتيري هادشي كثير في خبارك راه هادشي كثير ما تير والو علاه البهيمه ملي شدوها ديك زيروها بزياد باش ما ترطاش دابا حصلات في يدي المهم غنديروا التحدي المهم التحدي المهم شوفوا حوايجك 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 شد يوم بلاقة المهم العاون العاون راه كيما ليا دير لي شي حاجه والله العظيم الناس كتبان ريفه دابا المهم طيب داكشي اللي بوجدها انا دابا غادي ندير لها مفاجاه هذا هو والله الا شكيت غدير لي شي حاجه اجي بعدا ربينا ماشي عافاك اين بدي دمع اول خطره غنديروا تحدي ياك فاش بصح التحدي وكل اول خطره غنديروا تحدي في خالات ياك المهم الله الا بصح عرفتي تحدي ديال بصح ديال المعقول عرفتي مع قرب الفطور باقي لي شي تقريبا شي ساعتين الفطور ياك ما غنديروش الفطور على الحساب المهم ما غاديش نجيب التحدي ديالي انا كاين لا باش نديروا استفتاح هذا هو استفتاح هو هذا الله يعتم الله يلحشومه الله يلحشومه عليك وحق الله العظيم انت كضحك انت يحيى لي تضحك انت شوف حتى الله ما تحلاش وكاع عثمان والله ما درنا بحال هكا هادو النفخات ديال الجدريان راه كاين تقول الحمد لله الجدريان اه ما ديال الجدريان خاص نبقى نفرح بدون 3 شهور والله الا حيختي واش كنظهر من انت يا عيني ليس بالضحك المهم المهم التحدي عرفتي غادي نرجع لها عقات وفاش كنت عليا كنت هذاك الفيديو اللي كان داز كنت نصبر بالزرميه وخوات عليا من الشارجم ديال الكوزين الماء والمبارد ديال الثلاجه المهم ها رد الساعة صعيب وياه والله لا 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 جلسي 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 واش انا درتي الجزيرة ديال المعقول المهم قبل ما تبتوجدوا شي شهوة مشاهدينا الكرام خصكم بعدا كدردروا عليها شوية ديال الإقامة وعليها هي الأولى أنا ما بغيتش ندير لها الإقامة أنا فكرت هذاك الدقيق اللي كنقلي به الحوت هذاك الدقيق اللي كنقلي به الحوت المهم ندير لها دري ديريها هي الأولى بعدا دايرك يا لك يا شو شو هنا ولات امنا الغولة خدامة في وزين ديال الهدية الدقيق والله ما تبقى فيك الا بقات فيك يا عثمان شوفوا مشاهدينا الكرام لبيتوا الماء لبيتوا الماء تجي بنينه وبنينه والحوت يجي مزيان خاصكم تقلبوه في الدقيق هو الاول ديروا ليه بهذه الطريقه بهذه الطريقه والدقيق الممتاز حشو ما ديروا الدقيق ديال العادي ديروا الدقيق الممتاز ما كاينش ديروا ديروا كومبلي ومن بعد كما كتشوفوا كتهزوا هاد اللي هو بحال هكايا وكديروا ليها والله ما تفرق على الله وراه كيقصي هادشي وين يا حاتم والله الا عيقتي وكان عاودو كتشوفو اقسم بالله ما تبقى فيك الله عصبتيني المهم عرفتي مع الدقيق كتجي واعره عرفتي كنضرب بهيد والله ما بتفرق المهم شوف فيا شوف فيا واخا ربي عثمان وحق الله العظيم لا الحال سخن الحال سخن الحال سخن يحيى مزيان ياك والله ما تبقى فيك الا بقات فيك ميش ميش لا صافي صافي لا نوضي على السلاح صافي راجع صافي بارك نوضي نوضي صافي سالينا الله يعجب مالك وحق الله وانت عمرتيني راه قاعد شابع ليا الماء بارد من الثلاجة ومحبة بزاف وبارد وبارد وعرفتي شنو هو بارد بزاف على المحبة هذه بزاف حق الله غنمرض عثمان حشومة عليك لازم
مزيان. وملي كتسالي المشاهد الكرام واخا ملي كتسالي المشاهد الكرام كتعاودوا زيدوا الدرديره اللي قابله من الفوق باش تجي هذيك اللاطه اللي غتدخلوا في الجبهه. صافي عيطتي وحق الله صافي عثمان صافي. هناك مخلوق غريب معاك ياك ظهر مخلوق غريب فجاه في رمضان في النصف من رمضان. اخبارك راه والله غير المرض. المهم صحتك يا لالا هذا هو البرانك ولكن غنخلي يحيي فوكا وغنمشي نفطر عند الوالده. المهم نقرب لكم الكاميرا بلاتي نقرب لكم الكاميرا. شوف شوف هذا شوف كيف ولات قولي مشي كليمه اش كاين باقي تعاوديها باقي تعاوديها الله يلاح شو انت شو اش داير ليا خليط متجانس غنمشي نفطر عند الوالده والوالده توجدي لي فطور الله يحبك والله يلاح شو عليك عرفتي راه كنحس المرض خليا الحوايج ديالي انا باش تنسى ليا هذيك المبلغ اللي كبيتي عليا قلت ساب بلاتي قلت غنرجع لك نرجع لك قال لك دابا حيتاش مربوطه ياك مربوطه ولا جربت تكرج تقلبها باش الحيله الحيله احسن من العار ياك الحيله احسن من العار ولكن راه عرفتي حسيت في الاول حتى خطا وانا مسكينه انا المبرد من الثلاجه ما شتيش حيت غنقول لك حاجه ما كتبغيش اه ودابا شوف شكون اللي غيدير لك الفطور يلاه ما دايره لك الفطور لا حتى حاجه مشي عند امي مشي عند امي قريبه هي غير في الحي الاخر جري وحده. المهم شوف يحيى اجي باش تحل امك اما نقول لي بشكل ما زوين قولي مشيت لي مزيان بصحتك هضري 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 اش نقول لهم قولي مشيت لي مزيان لا اش نقول لهم راه عثمان دارها بيا هاد المره اه بغيت تعاودي لي شي حاجه شوفوا شوفوا اقسم بالله بالعلي العظيم راني صايمه الا ما نخرجها منه ها انتم مازال مازال بقى 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 شادو مزال كتحلف عليا خلي بعدا كتمكني حتى تمكني حتى تبكي خويا ميري ميري وليتي وليتي سردينا دخل نغسل دخلي غسلي انا نكمل لك الفطور كي بشرط نكمل لك الفطور دابا بيتي تبرر ليا باش انا ما ندير لك حتى شي حاجه والله ما تبقاش تحضر هذه. المهم عجبكم فيها ما عجبكمش فيها الحمد لله بعدا رجعت الصاد هو تقعد يتصعصعين وهذا ولا بشكل مزوينه. المهم انتظرونا في رمضان انتظرونا في رمضان دابا شعبان هذا الله يلاه الله يلاه حلني حلني الله يحفظك حل حل خليني نكمل الصوره لا تنخرج يحيي ولا غيحدك حل 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 يلاه يلاه بلاتي نرجع الكاميرا كيما كانت حل ما ندير لك والو ولكن انا عارفه اش غادي ندير لك صح والله شوفي راكي صايمه راه كي صايمه ما غادير ليا والو اش من ندير لك ما ندير لك والو دابا ما ندير لك والو والله ما ندير لك شي حاجه دابا ولكن غنطاقم منك خاطر هادي ماشي ليها. ياسين جيب 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 غادي نضرب لك الجلوية الوسط حيد حيد تبع لا يحيى بقيتي انا وفتك يا حباب واش انتوما قول لي واش انتوما يا دافقين عليا كيما لي كاينه باقي العشره كنت مخبيهم تما من البارح انا مخبيهم هرب هرب خرج خرج هرب هرب انا حلفتي شوفي حلفتي انا حلفت ما ندير لك شي حاجه مشكل حلفت يلا ماضي ولكن عارفه اش غادي ندير صافي الله العظيم يلا بصحتك دابا الحوايج اش غندير فيهم تعيشي وتعاودي ودابا تعيشي وتعاودي راه اش غادي ندير هاد الحوايج انايا العجينه كي غندير لهاد الحوايج ديالي الحيله الحيله احسن من العار بغيتي تشد شي واحد تشدو بالحيله تيسمكن شكي ولات بصحتك يا لالا شوفي حلفتي اه قدامهم حلفتي زكاي حلفتي. المهم الى عجبكم ديروا شوفوا ديروا لي لايك هنا الله يحفظك معكم ديروا لي لايك ديروا لي لايك وصلوا وصلوا لايك ال 10000 لايك الله يخليكم ديروا سبسكرايب المهم ديروا 10000 لايك يلا ولي درتوا 10000 لايك والله يتها غندير لي واحد المهم ما نقولهاش دابا ولكن غير بالله ولكن ندير 10000 لايك الا ما نخرجها منك ديروا اللايكات نمشي ندوز البنات نحيد هادشي ونمشي ندوش والله الا البنات اللي دار ليا بحال حولي عرفتي ها نتوما حمورية ديال داك اللي دار ليا بيه يا ريعت من يلا تجي شي تعاودي
ما دوش حتى مورا الفطور ندوش غسلت غير وجهي وحيت حوايجي باش تعلمي تستفيدي هذا تصوروا الماء دخل لي الحوايجي لداخل طلعت من الحشومه عليك واش عملتي مشكله دوك النفاخات كيضروا كيضربوا كيضرني الله يسمح لي عرفتي كنضرب النفاخ وصبح الله ما باش انت فيك شي بالله انت شريفه سبحان الله باش تقاليك ما عرفتش ولكن راك ضرتني ضربتيني بها ضرتني يلا لا مسامحه 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 سينا 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 باقي فيك دقيق دابا غنعطيك الزيت انت دابا ياكي المهم صحتك شتي راني شي حدا دار فيك شي حاجه غنسيها لك وجيبو بالحيلة والحيلة كرا درتي راه درتي لي انت اكثر من اللي درت لك انا انا كبيت عليك على الماء باش تحرمي القاد ديالي في هادشي وفي الحقيقه كبيت عليه الماء ديال الثلاجه مازال ترى الماء ولكن بارد وخدا ديال الروبيني بارد المهم ندوزنا نصايب الفطور باقا ما درتش انا الكريقه انا هادي باش نعمرها ندوز المسمن انتوما معايا فكرتيني في هذوك اللي قالوا لك ديديكاس للبنات هو من ورا الفطور غنفطروا وغادي ديري ديديكاس للبنات كاملين اللي المهم اللي كتبوا في الفيديو الاخر ديال الاحتفال ب 1000 من حق المتسبعين علينا حنايا من حقكم انهم كاع الاهداءات اللي وصلكم ان شاء الله وفي هذا الفيديو اللي غنحطوا ان شاء الله اللي بغى شي اهداء لشي حد ولا شي واحد نذكروا الاسم ديالو يكتبها لينا في هذا الفيديو وما ينساش يدير لينا وما تنساوش ديروا لايكات باش الفيديو يطلع مزيان وبارطاجوا ان شاء الله يلا انا ندوز نكمل الفلفله باش نوريكم الطريقه ديالها يلا لا تنساني درت هذاك الروز اللي قلت لكم سلقته ودرت فيه لقامه معايا القا ديال البزار معايا القا ديال التحميره معايا القا ديال سكينجبير ومعايا القا ديال هذا خرقوم بلدي ودرت البصله قرطتها مزيان رقيقه مع الربيع وجمعتهم كاملين هانتوما بقاو هاد هانتوما المسمنه درتها رقيقه تخلوهاش غليظه والحشوه هانتوما اللي غندير ليها ندور الحشوه كامله هانتوما غنثنيها بحال المسمنه هانت بحال المسمنه بحال المسمن هاكم هذا المسمن ديال الفران هانتوما وغنثني بحال هاكا وغندير الثانيه هي اللي غنعاود نديرها فوق منها تحت منها باش نسمنها المسمنة هنا هانتوما وغنعاود ندير عليها من الفوق هانتوما هذا هو المسمن ديال الفران انا جبت هاد اللاطه غنديرها في هاد اللاطه باش منين بغينا نبرك عليها مره واحده ماشي نبرك عليها هنا ونعاود نهزها وتخسر ليا في ايدي غنخليها هنا في اللاطه حتى تدير انا ندير ليها هاد السلوفان صافي وندخلها للفران هنا بعدا ترتاح درت اللاطه هنا درت فيها مطيشه قرطتها ودرت لها هاد لاصوص ديال المطيشه وكنت حط شويه ديال البصله وهذه شويه ديال البصله مقرده ها نتومايا صافي غنعمر هاد الحشوه ديالي الحشوه ندور عليهم كاملين دابا نعمرهم ونرجع لكم كيس درت فيه مطيشه ديال هذا تقريبا واحد 3 معالق ودرت 4 معالق ديال الزيت الرومي ودرت شويه ديال الحشوه من هذه من الروز ها نتوما كي جات هذه غنكبها على هذا هنايا كتجي بحال هذا الشكل وهذا الشيء اللي بقى غنخليه ندير به مره اخرى عاود ثاني ونقرص هذه المسمنه ها نتوما كتوقات الناس كي جات درت لها الخشخاش من الفوق كيعجبني الخشخاش في الخبز في المسمن صافي وغنخليها دابا ترتاح شي شويه عاد باش ندخلها نشعل عليها من التحت ما يتقبل الله ما يتقبل منا ولا كما قسمتوا على رزقها فطرت دابا الضمر وابتلت العروق وتدابا تاشر ان شاء الله سمعتي داك السيد قال لك ماشي هذا هو الحديث تاكل تقول تبت الاجر ان شاء الله ها المهم تناكلوا بعد فليفله جات مشاهيتكم درت فيها الفرماج وهالمسمن اللي قلت لكم راه كيجي واعر غير ديروه ها نتومايا
تجي معمر تجي معمر ودرت فوق منه الفرماج. هانتوما جا زوين. هذا دابا ندوزو نفطرو وشكرا على عدوزتي يا عدوزتي، شكرا لها بزاف صيفطت لينا مع لوسي هاد الحلوه. امي 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 الحبيبه. امي الحبيبه وسي عبد الواحد الله يحفظه. شكرا ليها بزاف صيفطت لينا هاد الحلوه، هذه البسبوسه وهذه والكيكه ديال البنان. المهم فوق من هاد البنان. يلا بصحه فطوركم ماشي هيناكم. ندوز انا نفطر. ديديكاس من الفطور ان شاء الله. ديديكاس من ورا الفطور ان شاء الله. ندوز بعدا نفطر. العاده ديالنا كنفرقوا الصيام، نشرب بيها، نشرب تاكل تمرات. انا الماني ما نقدرش نشربو كيدير لي المشكل. وكنوضو نصلو مما بدات استفدت من هذاك التمر والماء، وكنجيو نكملو الفطور ديالنا. احنا رجعنا ليكم. فطرنا الحمد لله. ايوا بصحة حتى نتوما فطوركم. المهم عثمان راه غادي يقول لكم هذا المهم اللي كتبوا لينا طبيعة الحال ديديكاس. المهم غنبداو بالاخت عتيقه الدويشي. قالت لك الف مبروك اختي، رجاء ان شاء الله توصلوا للمليون ان شاء الله، الله يجزيكم بخير الى اخره الى اخره. قالت لكم متتبعه من امريكا، احبكم في الله. عتيقه الدويشي من امريكا، تحيه حنا تنحييك اختي. كاينه عيشه بناري، عيشه بناري كازاويه من هولندا. سلام ابنتي، تبارك الله عليك، تبارك الله على بيدكم يا ربي يحفظوا لكم الى اخر. سميتو كازاويه من هولندا عيشه بناري. سعيده السنه هذه اللي ضحكتني مسكينه. قلت لكم السلام عليكم اختي رجاء، كنحماق عليكم وكنتمنى لكم مسيره موفقه، وما تنساونيش تدعوا معايا اختك سعيده الداودي مقيمه في اسبانيا. واختي الله يحفظك والله يسلك الامور ديالك اختي باش ما تمنيتي عند الله سبحانه وتعالى. سلمى يحيى تهيا ام يحيى هي. الله يخليك اختي اختي وبيدك والله يحفظوا ليك والله يسر لك الامور يا رب العالمين. عاوتاني يا ربي حتى انا الله يجيب لك شي دويره يا رب العالمين. الله يسهل لك شي دويره يا رب العالمين. يسهل لينا احنا كاملين ان شاء الله. امين اللهم امين. فامي فوزي عثمان ديما كتقول، هذه اللي ضحكتني، عثمان ديما كتقول ناس امريكا واوروبا كتنسانا حنا في كندا. تحية كبيرة اللي في كندا، الناس ديال كندا. تحية لكم الجالية المغربية، تحية لكم كاملين والله. ايه فامي فوزي من كندا. سمية المرابط، تحية كبيرة ليك اختي خديجة الزهيري. ديروا لي ديديكاس نموت عليكم، وراجلي حتى هو يتابع سي عثمان. خديجة من اكادير. تحية ليك اختي من هنا. عقلت على هاد الاخت خديجة من اكادير، عقلت عليها في شي كومونتيرات. التحية للزوج ديالك اختي زهيري، الزهيري خديجة من اكادير، الزوج ديالك. الناس ديال ما نسيناش، ما نساوش الناس ديال الجزائر، والله لا فئركم راكم في القلب. صح فطوركم الله يخليكم بعضياتكم. الجزائر زنوبه موسى مبروك عليكم، انا من المتبعين المعجبين، ديري لي ديديكاس الله يكمل عليكم. زنوبه موسى مرحبا. كوثر البختي، ديروا لي ديديكاس، انا كوثر من ارجيري، الناس ديال ارجيري. كوثر تحيه لكم الجزائر، تحيه بزاف كبيره بزاف الجزائر. سناء أبارو مبروك عليكم، تستاهلوا الخير. ديديكاس سناء من اسبانيا، الناس ديال اسبانيا تحيه لكم اسبانيا. سناء من اسبانيا. خديجه الدرني مبروك عليكم عقب المليون، تستاهلوا كل خير. انا راني مديتكم كتعجبوني بزاف، الله يكمل لكم بالخير. فاطمة الزهرة شانيل، تبارك الله على بنت بلادي، عرفتكم بالكيكس، الناس ديال الكيكس بيمو كيكس. ازيتي از مبروك عليك حبيبتي. هذه علاش انا درت هذه ديديكاس، هذه قالت امانه، والامانه راه تقليد.
امانه عليك خو انت وخويا عثمان وكل من قاطع لي خير دالي معي بالفرج والشفاء العاجل بنتي في هذا الشهر الفضيل ولكم بالمثل ازرتي ازر مع السيده ديالك يا ربي ويعافيها وبارك سالمه يا ربي امين يا رب العالمين وجميع المسلمين يا ربي امين الله يشافي لك اختي بنتك الله يشافيها يا رب العالمين سلام رجاء خاص عثمان اختك اس فاطمه من اسبانيا نور الدين نشيط فاطمه من اسبانيا داخل بالكونت نور الدين نشيط تحيه لاختي من اسبانيا والجاي اللي المقيمه في اسبانيا تحيه العيالات اللي داخلين بالكونت تاع رجعتهم مسكينه وحده اللي بقى اللي سميتها اثرت فيا كون داخل بهوده بركه بركه فرحنا والدم فرحنا والدمع نزلت لنا مسكينه يعني الانسان كتشوف دموعك غاليين اختي لا يخطيك شكرا بزاف الانسان تيفرح ليك راه والله العظيم لها شي حاجه كثيره مبروك عليكم السالي انت والسي عثمان سلام مبروك عليك انا من الجزائر تحيه لكم الجزائر تحيه ساكنه في فرنسا شافيه بن زناتي هذه الجزائريه وساكنه في فرنسا والله يا اختي الله الله يبلغك السلام الناس ديال الجزائر نزار النقاش النكاش مبروك عليكم لعقوب المليون عطيه اليحيه سبع تمرات بطبيعه الحال متتبعه من ايطاليا نزار النقاش حتى انا عندها وليد سميتو نزار اختي الله يخلي لك ولدك نزار اف بي سلام فوزيه من هولندا تحيه الناس ديال هولندا تحيه كثير الجاي المقيمه في هولندا فوزي من هولندا هذه مسكينه هذه زكية هذه غنقول التعليق ديالها علاش لانها مسكينه سلام اخي عثمان راه منورين في اليوتيوب بصراحه راكم عائله محترمه والله محترمه في اوروبا ولكن اصل ديالها من مدينه اسافي هذه ربما كانت تقرا معايا السيده مسكينه المهم تحيه لك اختي زكيه خويا اني اتمنى تقرا رسالتي والله يخليك زوجك وابنتك سعيده هي بنت حي سعيده كانت بنت حي سعيده من مدينه اسافي زكيه خويا شكرا الله يحفظك لا نزهق هذا التعليق ديال هذا مميز المهم بغيت نقرا سمحوا لي طولت عليكم مبروك والف مبروك الحلقه السهل وقبل المليون ان شاء الله المهم ها لي ديديكاس كاين رجاء وولدي عثمان ديديكاس هانت لبنتك مريم لا نزهق تحيه لبنتك مريم وحفيدك ادم وحفيدك لوسيلا بفرنسا وبنتها نور الهدى باسبانيا وابني محمد حمزه بالمانيا وابني سفيان بالمغرب والزوج ديالها بالجزائر وشكرا والحمد لله وفرحتي الله يخليهم لك كاملين انت تاتي انا فرحتي تحنا فرحنا معاك ما لحسن فرحانين ما تنساوش بريو اكرام مبروك عليكم تستاهلوا كل خير قبل ما تنساوش ديديكاس بريو اكرام ما عرفناش من بلاد كل شيء الله تستاهلوا كل خير المهم سمحوا لنا راه لي ديديكاس بزاف داكشي اش الا نسينا شي وحده هاد رشيده الزروالي من طنجه تحيه لكم الناس ديال طنجه وليد كوزان حتى هي من متبعي القدام تحيه ليك مبروك عليك تسال كل خير شي ديديكاس لعبد الجليل من هولندا تحيه خويا سي عبد الجليل من هولندا الجاليه المقيمه في هولندا اها سمحوا لنا راه ديديكاس بزاف سلام ماكراش حتى ديروا لي ديديكاس مرحبا زيزو الزهره من فرنسا تحيه داخل بكون زيزو تحيه لك اختي الزهره من فرنسا مبروك عليكم تستاهلوا كل خير والمواضيع الله يكمل لكم بالخير واليوم سميه المرابط تحيه لك اختي سميه بوشرى اي تحمد تحيه لك اختي مريم كاينه معاش في الغربه ديديكاس بارك الله عليكم السلام عليكم تستاهلوا كل خير ادم نايمه ديديكاس بزاف اسمحوا لنا ما نقدوش نفوتوا هذا علاش سمحوا لنا راه ما نقدش نفوتوا هذا ادم نايمه قالت لك دعوا معايا بالزوج الصالح يا رب ترزقوا الزوج الصالح يا رب العالمين في هذا الشهر الكريم الله يفرحك ان شاء الله ماما كاتي مبروك الحبيبه تسهلوا كتسهلوا كل خير انا كيسحبني غتحتفلي باول صيام ليحيى راه صابر الساعه راه صافي هذاك النهار ودرنا فيه نيت قبل 100000 تحيه ليك تنتيه
خلال على البدعيه النسويه بالغزوات. تحيه لي خويا عثمان اختي رجاء من بلال من الجزائر، تحيه خويا الناس ديال الجزائر، بلال من الجزائر تحيه بزاف من اشد المتابعين ليكم وربي يحفظكم. ديروا لي ديديكاس بلال من الجزائر، راني جاركم من حدود جهه وجداء القاطن بالغزوات. تحيه الناس ديال الجزائر، تحيه ليكم. ام نضال من اسفي، هذا تحيه خاصه للفراكيس جيهان ونضال، من الوليدات الوليدات ديال جيهان نضال. تحيه تحيه طيبه للوليدات، تحيه لكم جيهان ونضال من مدينه اسفي. فين اسفي؟ تحيه من مدينه اسفي. المهم انا اللي تم انتباهي في هذا الديديكاس هو السيده هاد عائشه الدويشي، عائشه الدويشي، عائشه الدويشي من 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 امريكا، احبكم في الله. المهم اختي عائشه الدويشي، المهم السيده مسكينه هذه كتعاني، انا كنهضر معك مباشره اختي، كتعاني من الوسواس، الوسواس الموت، الوسواس الخوف، الخوف من الموت، الخوف من الموت اللي كان فيا انا نيت، الوسواس الخوف من الموت. غنقول لك واحد الكلمه بعجاله خصك تعرفيها، الوسواس، الوسواس بصفه عامه هو شيطان. شيطان، واش قال الشيطان الله عز وجل؟ الله الشيطان اش قال الله عز وجل في الحديث الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ زقيحيا قال، زقيحيا قال قهرت عبادك بالمعاصي وقهروا باستغفار، قهرت عبادك بالمعاصي وقهروا باستغفار. كتاكثري من ذكر الاستغفار، لانه مهما كتذكري الله عز وجل هو كيخنس، لانه هو غير وسواس. شوف غير الكلمه ديالو وسواس، كيجي شي واحد بحال شي واحد كيجي يقول قل اعوذ برب وقرا المعوذتين. الفراغ الا كان عندك الفراغ خاصك ديرو بطبيعه الحال، ولكن اكثري من الاستغفار، اكثري كما قال الحسن البصري، اكثري من الاستغفار. واسمحوا لنا طولنا عليكم. المهم قفلي راجل الفيديو وبسلام عليكم الى فيديو ماجي ان شاء الله. الله عليكم وراه كنبغيكم بزاف، نتمنى من الله هذا الفيديو يعجبكم، ونتمنى الا نسينا شي واحد الا نسينا شي واحد يسمحوا لنا. سمحوا لنا بزاف الا نسينا شي واحد، واللي باغي ديديكاس اخر يكتبها لنا في هذا الفيديو، وما ينساش لي لايك للفيديو. يلاه سلام عليكم، سلام عليكم الى فيديو ماجي ان شاء الله. سلامه.